على بركة الله متابع القناة قناة الشوف تيفي، حبيبكم معنا في هذا البث المباشر على القناة، وأفتحية لكم من هذا المنبر منبر قناة شوف تيفي، تحية للجميع جميع متابع القناة داخل المغرب وخارج المغرب، فنتمنى الخير من عند الله ونتمنى السلامة والعافية للجميع، وما عسانا دائما أن نقول الله يرفع لنا البلاء والوباء من ربوع المملكة المغربية، فنتمنى الخير من عند الله والسلامة متابعي قناة. فعلى المباشر أجواء رائعة، ورسالتكم متابعي قناة شوف تيفي لبعض الشباب اللي سلام أختي سناء اللي يبحثون عن فرص للشغل ويبحثون عن فرصة في الحياة وباغيين يديروا حياة زوجية ويتأهلوا متابعي قناة الشوف تيفي. فالسلام من ديسلدورف أمين، من ديسلدورف تحية لك يا أخي أمين، وأفتحية لك من هذا المنبر من قناة الشوف تيفي. فنتمنى الخير من عند الله ونتمنى السلامة والعافية متابعي قناة الشوف تيفي، تحية لكم من هذا المنبر منبر القناة، وما عسانا دائما أن نقول فألف تحية لكم وجميع متابعي قناة داخل المغرب وخارج المغرب متابعي قناة الشوف تيفي. وداد تحية لك أختي وداد، تحية للجميع جميع أصدقاء القناة، نتمنى الخير نتمنى السلامة ونتمنى العافية للجميع، اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء من ربوع المملكة المغربية. ودائما نقولها على المباشر رسالتكم لبعض الشباب اللي باغين يكونوا حياة زوجية وباغين يخدموا وباغين عندهم مسار في حياتهم متابعي قناة شوف تيفي، شنو رسالتكم أصدقاء القناة قناة شوف تيفي، شنو رسالتكم أصدقاء القناة قناة شوف تيفي. ودائما الله يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء من المملكة المغربية، ونتمنى الخير من عند الله، نتمنى السلامة والعافية للجميع أصدقاء شوف تيفي. تحية لكم. فمتابعي القناة ما عسانا أن نقول دائما الله يرفع لنا هذا الوباء في هذه المملكة المغربية، ولينا الحمد لله كنشوفوا انفراجات، ولا الحمد لله كنشوفوا ما بقاش داك حوالات الطوارئ بواحد الوتيرة اللي فيها التشديد متابعي القناة شفتي، ولينا كنشوفوا التخفيف أقولها واحد 75% متابعي القناة. فنتمنوا آمنين من الله أنه يترفع البلاء والوباء من ربوع المملكة المغربية، وما عسانا دائما أن نقول اللهم ارفع عنا هذا الوباء من هذه المملكة، نتمنى الخير من عند الله ونتمنى السلامة والعافية للجميع أصدقاء القناة قناة الشوف تيفي. ودائما نقولها اللهم ارفع عنا هذا البلاء من هذه المملكة المغربية، وتحية لكم من هذا المنبر منبر قناة شوف تيفي، وتحية للجميع جميع متابعي القناة داخل المغرب وخارج المغرب، نتمنى لكم الخير والسلامة والعافية للجميع أصدقاء قناة شوف تيفي. فأفتحية لكم من هذا المنبر متابعي القناة، وأجواء أقولها حرارة مرتفعة متابعي حرارة مفرطة متابعي قناة شوف تيفي بإقليم تجمع مجموعة من الأقاليم بالمملكة المغربية، حرارة جد جد مفرطة متابعي القناة. فنتمنى الخير من عند الله ونتمنى السلامة والعافية متابعي قناة شوف تيفي. ودائما نقولها ما عسانا أن نقول اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء من ربوع المملكة المغربية، فنتمنى الخير من عند الله ونتمنى السلامة والعافية للجميع أصدقاء القناة قناة شوف تيفي الأوفية. فتحية لكم من هذا المنبر منبر قناة شوف تيفي، تحية للجميع ونتمنى الخير متابعي القناة، ونتمنى السلامة لجميع المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. ورسالتكم بعض الشباب متابعي قناة شوف تيفي، احترامات الشيف لحظتك
هذه الاجواء على المباشر. والان دخلنا للتراب نفوت تراب الاقليم تازه متابعي القناه، ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناه شوف تي في. تحيه للجميع، جميع متابعي القناه داخل المغرب وخارج المغرب. هذه الاجواء مباشره من اقليم تازه اصدقاء القناه، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. يونس الزاهي مرحبا بك خويا عبد الله، نتمنى تكون بخير اخي. شكرا لك يا اخي العزيز، شكرا لك يا اخي العزيز يونس. لا خدمه مزيانه، لا دار، لا مستقبل. كيفاش بغيتي الواحد يتزوج؟ لا خدمه لا دار لا مستقبل، كيفاش بغيتي الواحد يتزوج؟ اجل يا اخي العزيز، شروط الزوج الزواج ما متوفراش، ما يمكنلكش تزوج يا اخي العزيز. فنتمنى الخير من عند الله، ونتمنى السلامة للجميع، ونتمنى حياة سكون. نبغي كل واحد يكون مزيان، أقولها نبغي كل واحد يكون مزيان في حياته متابعي قناة شوتي. نبغي كل واحد يكون مزيان في حياته متابعي قناة شوتي. هذه الأمنية ديالنا متابعي القناة، هذه الأمنية ديالنا متابعي القناة. نبغي كل واحد يكون مزيان في حياته أصدقاء شوتي في، ولما لا. ودائما نقولها، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء من المملكة المغربية، وربي تحفظ بلادنا من شر ومن الآفات ومن كل شيء متابعي قناة. هذه الأجواء بإقليم تازة وحادثة السير متابعي قناة شوف تي في. دائما حوادث السير هنا كيوقعوا متابعي القناة، دائما حوادث السير هنا كيوقعوا متابعي قناة شوف تي في، دائما حوادث السير هنا كيوقعوا. هاد البلاصه ديما حوادث السير متبع القناه. الصباح كانت حادث جوج حوادث، دابا واحد ثلاثه متبع القناه شفتي ثلاثه. فهذه الأجواء بإقليم تازة أصدقاء القناة، ودائما نقولها، اللهم ارفع عنا الوباء والوباء من ربوع المملكة المغربية، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء من ربوع المملكة المغربية. فنتمنى الخير والسلامة والعافية للجميع، وكما قال يونس، لا خدمة مزيانة لا دار لا مستقبل، كيفاش بغيتي الواحد يتزوج؟ قالها يونس متابع قناة شوف تي في على المباشر متابع قناة. فنتمنى دائما الخير والسلامة والعافية للجميع أصدقاء القناة، وما عسانا دائما أن نقول، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء من ربوع المملكة المغربية أصدقاء القناة. فتحية لكم من هذا المنبر، منبر قناة الشوتي. ربي كبير تقول وداد متبع القناة، ربي كبير تقول وداد متبع قناة شوف تي في. فنتمنى الخير والسلامة والعافية للجميع، والخير لجميع مغاربة العالم متبع. هذه الأجواء بإقليم